إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وإن يكن فرط وجدي في محبتكم إثما فقد كثرت في الحب آثامي. ولو علمت بأن الحب آخره هذا الحمام لما خالفت لواني. كنقاط مضيئة تبدو بعض المناطق في مصر، من الأسكندرية إلى أسوان وبلاد النوبة، ومن سيناء إلى مطروح والسلوم، تمتد الجغرافيا وعليها تمتد نقاط اتصال السماء بالأرض، ومواطن المدد والبركة، ومظنات الدعاء المستجاب. وكما أن لكل نظام حرساً، ترصد العين لكل مقام خدما، محبين ومريدين، يذوبون عشقاً في المكان وأهله، ويلتصقون به أملاً في الوصول. بعضهم يرى عشقه اختياراً، وبعضهم يراه قدراً محتوماً، وهم في كل الأحوال صادقون مخلصون للأحباب، بالغون أقصى حدود العشق. لكل شيخ طريقة، يقول أهل مصر، وفي جهة التنفيذ ورغم ما بينها من تفاصيل دقيقة فارقة، كل الطرق تؤدي إلى الغرض، وكل طالب واجد، وكلما بعد المقام كان فعله أقوى. لذا تجد المحبين يهيمون، ومن مقام إلى مقام يرتحلون، وتجد لهم في كل بلد أصحابا، وعند كل مقام دعوة يغرسونها، ومن عام إلى آخر يروونها حتى تطرح ثمارها في قلوبهم. مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مدد. من بين كل دول العالم، تراث القبور والمشاهد والأضرحة في مصر ربما يكون الأكبر في أي دولة. يمكن ما عندناش إحصاء دقيق، لكن من فجر التاريخ ارتبط المصري بالموت وما بعده من حياة أخرى ارتبط بها ارتباط كبير جدا. يمكن علشان كده أغلب ما تركه لنا أجدادنا قدماء المصريين أصحاب أعظم حضارة في التاريخ، وبقصد طبعا ما تركوه من الأبنية، بيتمثل في معابد وفي مقابر. أما الاحتفاء بمقابر ناس معينة، ناس بعينها، وخصوصا أصحاب المكانة الدينية الرفيعة، فهو بالتأكيد تراث مصري بامتياز. علشان كده هنلاقي في كل حتة في مصر مقام أو ضريح مدفون فيه أحد الأولياء، وفي محيطه هنلاقي مريدين ومتطوعين بالخدمة، وده بيخلق حركة حياة في محيط الضريح أو في محيط المقام، سواء من الخدم أو من الزوار على مدار العام تقريبا. والنهاردة وإحنا بنكمل مع حضراتكم سلسلة حلقات مدد، هنتكلم أكتر عن العلاقة العجيبة بين الموت والحياة، بين السكون والحركة، بين القطب والمريد. هنعرف أكتر من ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور يسري جبر، لأي مدى التضاد ده طبيعي، ولأي مدى العلاقة هذه العلاقة فيها روحانيات وانعكاساتها على الأفراد اللي بيعيشوها وعلى المجتمعات اللي هم موجودين فيها. اسمحوا لي رحب من جديد بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك دكتور، وطبعا برحب بفرقتنا الرائعة، فرقة الرضوان، لصاحبها ومديرها ومؤسسها الأستاذ عبد القادر المرعشلي، والأستاذ محمد ياسين، والأخوة جميعا. أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا. طيب دكتور، يعني شايف إزاي علاقة المصريين
بالموت، علاقة يعني غريبة شوية. يمكن أنا قلت في المقدمة إشارات كده لقدماء المصريين واحتفائهم بالموت، احتفائهم بالأضرحة، بالحياة الأخيرة كمان. أصل هو الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرواح تجلى عليها بصفة البقاء، فبقيت ببقاء الله، فالأرواح باقية منذ أن نفخ الله الروح في أبينا آدم، نفخ من خلالها الروح في كل ذريته، فصرنا لنا وجود روحاني يعني يسموه عالم ذر، لأن الروح في كل عالم لها صورة، فصورتها في أبينا آدم كانت ذرات يسموه عالم الذر، يوم ألست بربكم، عندما قال ألست بربكم الكل قال بلى، وأول من قال بلى على فكرة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يلي سيدنا إبراهيم بهذا الترتيب، يلي سيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، ثم سائر الأنبياء، وبعدما انتهى الأنبياء بالإجابة بدأ بعد ذلك الصديقين والصالحين والأولياء، حتى إذا انتهوا بدأ بعد ذلك المؤمنون بتفاوت مراتبهم، حتى إذا انتهوا بدأ أهل النار بتفاوت مراتبهم، فالكل قال بلى ولكن مع تفاوت المراتب. إذن الروح موجودة مع خلق أبينا آدم عندما سواه على صورته الرجولية، لأن ربنا سبحانه وتعالى آية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني مش متطورة من حاجة، يعني على صورته الرجولية، يعني خلقه رجل من أوله كده، لكن ذريته بيمروا بمراحل، يبقوا مثلا نطفة وبعدين جنين وبعدين مولود وبعدين طفل رضيع وبعدين دارج وبعدين الصورة اللي احنا عارفينها، لكن أبونا آدم خلقه على صورته، أي صورته الرجولية الكاملة. إذن الروح باقية ببقاء الله منذ أن لها بداية لكن لا نهاية لها، يعني لها الأبد، لكن ربنا بيقول إيه؟ في أي صورة ما شاء ركبك. إذن الروح دي لا ظهور لها بذاتها، يعني ربنا جعل الروح من عالم الأمر، وعالم الأمر لا صورة له. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من عالم الأمر، ربنا بيقول ألا له الخلق والأمر، مش ربنا بيقول الخلق والأمر، يبقى إذن الله له الخلق والأمر. الخلق اللي هو عالم الإرادة اللي يسموه عالم الجبروت، احنا ساعات النبي يقول لنا تقول في التسبيح سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة، فالجبروت اللي هو عالم الأمر، اللي هو عالم الجبر، عالم الإرادة، اللي هي عالم كن فيكون. هذا العالم لا ظهور له إلا بصور مختلفة، له ظهور في كل العوالم، فإن إحنا وإحنا عالم ذر كان لنا مظهر في عالم الانتقال بين أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، مراحل كبيرة، شوف من لدن أبينا آدم لحد ما جينا الوقت، إحنا سنة 2021 انتقلنا قد إيه، في كم صلب برجل وكم رحم من امرأة، حتى تجلى الله علينا بصفة الجامع فجمعنا نطفة في رحم أمنا التي ولدتنا، فسبحان الذي فعل ذلك. فإذا لينا صورة في كل عالم. نيجي بعد كده يطرأ الموت، الموت ده الروح بتلبس مظهر آخر يسموه مظهر البرزخ، لأنها خلعت صورة الجسد، الجسد خلاص دخل القبر. إذا الروح بقية، الموت لا يطرأ إلا على الأجساد، والمصريين القدماء علموا ذلك لأنهم عاشروا الأنبياء، الأنبياء علموهم إن الموت دي مرحلة ولادة لعالم آخر، حتى إن سيدنا عيسى بن مريم كان يقول لأتباعه وحواريه لن تلجوا الملكوت حتى تولدوا مرتين، الولادة الأولى من رحم الأم والولادة الثانية من رحم الدنيا إلى ساعة البرزخ، أدي الولادتين. إذن الإنسان اللي احنا بنشوفه ده بيموت في ظاهره فاكرينه إنه هو خلاص اختفى، لا، ده هو اتولد بس ايه، اختفى من رحم الدنيا واتولد في ساعة البرزخ، زي بالظبط الجنين ينزل من رحم الأم، اختفى من رحم الأم لكن ظهر في عالم الدنيا. فاعتقاد المصريين على مر العصور هو الاعتقاد بأن الموت ما هو إلا مرحلة لبداية حياة جديدة، وبالتالي لا، الموت ليس فيه نهاية، وبالتالي أنا بعرفك وبحبك مثلا كأستاذ عمرو،
انا بحبك يا استاذ عمرو مش عشان البدله اللي انت لابسها ولا عشان جسدك وعشان طولك مثلا متر مثلا و60 ولا و70 سنتي، لا، المساله دي انا بحبك لانك روحك، فبالتالي الروح دي ما بتنتهيش. يعني عمرو دلوقتي معايا وعمرو بعد 100 سنه هيفضل هو عمرو برضه، بس ايه، دلوقتي ليه مظهر وبعد 100 سنه هيبقى ليه مظهر اخر، فاحنا ما بننتهيش، وبالتالي احنا بنشيع الاجساد لكن الارواح موجوده، حتى ان الروح بتبقى مطلعه على من يشيعها وبتطلع على من يدفنها وبتطلع على من يغسل جسدها، زي بالظبط قلعت بدلتك وديتها لواحد يغسلها، فانت واقف بتبص عليه وهو بيغسلها، انت بالظبط كده المنظر. وبالتالي طالما الموت بهذه الصوره، وده الاعتقاد الحقيقي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. اذا الموت انتباه والحياه غفله. الحياه غفله ليه؟ لاننا عندنا متطلبات الشهوه، نعم، ومتطلبات الطبع البشري ومتطلبات الروح، فجسدك ليه متطلبات نسميها احنا شهوات وروحك ليها متطلبات نسميها حقائق، فالروح تتعبد الله بالحقائق لانها جاءت من عالم الحقيقه، فلا تتعبد الا بالحقائق، ما تحبش الاوهام ولا تتغر بالمظاهر، الروح طبيعتها كده. وبالتالي الانسان اول ما ايه يتنقل الى عالم البرزخ راح جزء كبير من اللي واخد انتباهه، وهي ايه، شهواته ورغباته الدنية، وبالتالي يبقى غافل. فاذا مات انتبه، لانه خلاص مش لا يحتاج ياكل ولا يشرب ولا خايف من مرض ولا عايز ينام امتى ولا عايز يأمن مستقبله ولا عايز يسعى لطلب رزق، خلاص كل الحاجات دي عوائق مخليها غافل في الدنيا. جميل. وبالتالي الموت ده بقى ايه، الموت انتباه. شوف ربنا بيقول ايه، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم ايه، حديد. حديد ده من الحده، مش من الحديد والصلب، حديد جاي من الحده، حده البصر. حتى ان الانسان، شفنا احنا ناس كتير من اجدادنا واللي حضرنا وفاتهم، تبص لي لحظه خروج الروح ينادي على ايه، ابائه واجداده اللي كانوا ماتوا قبل كده، كانه شايف حاجات احنا مش شايفينها، لدرجه اول ما بتطلع الروح تشخص العين كده كانها لسه بتشوف حاجات، لدرجه ان احنا من ضمن الحاجات اللي نعملها نسبل الميت، يعني نقفل له ايه حدقته، لانه كان شايف حاجات غريبه لدرجه انه بحلق وما بقاش يبربش من كتر ما اندهش بما راى. والله تعالى اعلم. نعم. طيب خلينا، يعني هو موضوع شيق رغم انه معقد، لكن هنعيشه لما نموت. بالضبط. فخلينا نعيش اللحظه مع اغنيه من اغاني فرقه الرضوان، تفضل. داونا إلهنا نرتجيك وسطنا، ما لنا سوى النبي الهاشم المختار. حنت روحي إلى الحبيب محمد نبينا، نورنا وشمسنا، من عرفنا على الله. حنت روحي إلى الحبيب محمد نبينا، نورنا وشمسنا، من عرفنا على الله. يا الله يا الله، خالقي وبارئي، منشي الكون هو الله. أملت به محمد حلّ
حبيب محمد نبينا نورنا وشمسنا من عرفنا على الله حنت روحي إلى الحبيب محمد نبينا نورنا وشمسنا من عرفنا الشافع والمحبوب نبينا حبيبنا المصطفى نور الكون حنت روحي إلى الحبيب محمد نبينا نورنا وشمسنا من عرفنا على الله حنت روحي أحسنتم أحسنتم. ضيف الكريم دكتور يسري، يمكن احنا اتكلمنا عن فكرة الموت وقدماء المصريين وإيمانهم بأن هناك بعث ونشور وأن هناك حياة أخرى بعد الموت، وكانوا بيستعدوا لده زي ما تكلمنا المقابر المعابد إلى آخره. هل ده يعني بيعكس شيء في نفوس المصريين منذ الأزل؟ هل تأثير حضارات نبوءات أخرى؟ هو لا شك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وربنا بيقول على الأنبياء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، لدرجة أن حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال جم غفير 124 ألف نبي منهم 313 رسول. فالأنبياء أعداد كبيرة، إحنا اللي نعرفهم بالأسماء 25 بس من 124 ألف، وبالتالي لا يخلو، لدرجة أن قالوا حتى أن أفلاطون واليونان دول كانوا أتباع الأنبياء وكان عندهم أنبياء، إحنا ما نعرفش أسماءها. ففي أنبياء في كل أمة كان فيها نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وبالتالي لابد أن يدلهم كيف يعبدوه، ولا دلالة إلا عن طريق الأنبياء، لأن ليس كل الخلق صالحين لتلقي الوحي من الله، وبالتالي أكيد أن كان في أنبياء كتير إحنا ما نعرفش أسمائهم، وبناء عليه بقيت هذه العقائد راسخة في نفوس المصريين على مر العصور. طيب العلاقة بين المصريين بقى يعني لو جاز التعبير يعني الحداثيين اللي هم في العصر الحديث، يعني العلاقة بينهم وبين
مقابر الأولياء والصالحين، مقامات، نعم. يعني علاقة وطيدة، نعم لا شك. يعني لماذا هذه الخاصية فقط عند المصريين أو تتجلى بشكل كبير؟ هي واضحة في المصريين لكن هي موجودة في كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا رحت أندونيسيا وماليزيا لقيت عندهم مقامات أولياء عندهم وبيزوروهم ويجلوهم ويفرحوا بيهم، نفس بس مش بنفس الإيه الصورة بتاعت المصريين. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإذا قبر المؤمن ده روضة من رياض الجنة، فده اعتقدنا من حيث البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أي مؤمن وأي إنسان مات على الإسلام قبره روضة من رياض الجنة، فما بالك لو كان من الصالحين، فما بالك لو كان من أهل القرآن، فما بالك أيضا إذا كان من أهل النسب الشريف المنتسب لأبناء النبي ومن ذريته الشريفة، لأن هي أفضل إيه سلالة خلقها الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، اصطفاني من بني هاشم واصطفى بني هاشم من كنانة، فأنا خيار من خيار من خيار. وقال ما تفرق الناس شعبتين من لدن آدم إلا وضعتني أمي إلا كنت في غيرهما. فإذا اجتمع النسب الشريف مع العلم والعبادة والصلاح والتقوى لا شك أن يكون تعلق الناس بي أكثر، لأن الناس جبلت على حب الصالحين وعلى حب من يدلهم على الله وعلى حب القدوة الحسنة. فلما يجي هذا الإنسان في حال حياته بهذه الصورة، فإذا مات علم الناس أن قبره روضة من رياض الجنة بالبلاغ النبوي الشريف، وأن روحه ما زالت متعلقة بقبره، لأن الروح صحيح بتفارق الجسد إلا أن لها تعلق بالجسد، يعني لها عين على الجسد، مكان قبرها مكان دفنها، وإن كانت هي ليست محصورة في القبر لكن لها عين. زي بالضبط كده أنت مثلا ممكن تسافر وتسيب مصر وتقعد في أمريكا ولا في أوروبا، لكن لسه عينك على مصر عشان بلدك بالرغم أنك أنت قاعد في حتة تانية. كذلك الروح تسبح ما شاءت ولكن ما دلت عينها على موضع قبرها وموضع دفنها، وبالتالي هذه الروح أيضا تطلع على زوارها، فزوارها لهم أن يخاطبوها. لأن أصلا أنا ما بخاطبك الوقت، أنا مش بخاطب جسدك، أنت بتسمع بروحك مش كده برضو، ولا بتسمع بجسدك؟ والواحد ممكن يكون جسده سليم وبعدين روحه تفقد تعلقها بالسمع فالإنسان يفقد سمعه، تفقد تعلقها بالبصر فيفقد بصر، تفقد تعلقها بالعضلات فتفقد الحركة. إذن الخصائص اللي فينا كلها اللي بتميزنا من حيث السمع والبصر دي خصائص روحانية. الروح هي التي تبصر من خلال الجسد، والروح هي التي تسمع من خلال الأذن، وبالتالي إذا كانت الروح موجودة فما زالت تسمع وما زالت تبصر من يزورها، وإذا كانت الروح موجودة ما زالت مفتقرة إلى مولاها، وإذا كانت مفتقرة إلى مولاها ما زالت ترزق، يرزقها الله بما يناسبها في برزخها، لأن كل عالم له رزقه، فعالم الدنيا له رزقه وعالم البرزخ له رزقه، كما أن عالم الأرحام لها رزقه، وبالتالي هي بترزق في برزخها. ولما كان البرزخ من عالم الحقائق فهي بترزق بالحقائق والمعاني الرقية، وبالتالي لما تيجي تزور هذا الولي بعد وفاته روحه مطلع عليك تسمعك وتسمع حديثك معه، فإذا ترددت علي كثيرا حصل التعارف، فإذا حصل التعارف حصل التآلف، فقد تشفع لك في دعوة فتستجاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما يشاؤون عند ربي. وهذه الأمور جربها المصريون على مر العصور، وجدوا أن الدعاء بجوار قبر الصالحين أرجى للقبول بالتجربة على مر العصور، حتى أن النبي هو الذي علمنا ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أنه كان يزور البقيع في اليوم مرتين. تصور يزور البقيع في اليوم مرتين، حتى أنه كان قبل الفجر بساعة ساعات ستنا عائشة تفتقد أو إحدى زوجاته يجدونه جاي من ناحية البقيع، لأن النبي كان يرى في الظلمة كما يرى في النهار، من خصائص النبي، وكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما كانتش حكاية الظلمة دي تمنعه من زيارة حتى القبور. لا. وكان يزور أهل أحد كل يوم سبت صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو لهم عندهم ويدعو لنفسه بجوارهم، يقول السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم. شوف يدعو لنفسه ويدعو إيه لهم. إذن الدعاء بجوار قبور الصالحين دي سنة نبوية معتبرة، وفعلها النبي مش مرة ولا اتنين، ده كان يعملها في اليوم أكثر من مرة، لم يفعلها في مكة. لماذا؟ لأن في مكة ما كانش لسه في قبور مؤمنين ماتوا،
لكن في المدينة كثر المؤمنون وكثرت الغزوات فبقى في البقيع وبقى في الشهداء فزار هؤلاء. نعم. وزار هؤلاء. طيب أنا لي عندي سؤال لحضرتك حول هذه المسألة. نعم. ولكن بعد ما نستمع إلى شيء من إبداعات فرقة الرضوان. روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين، روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين، أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد، كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. يفتح الله العوالم بإمام بالمكارم، لجميع الرسل خاتم، بيع الهادي وسراجا ومنيرا، يا أبا القاسم دعينا فأتينا لمحمد. كلما ناديت يا
صلوات طيبات خاليات دائمات ناميات زاكيات للذي يهوى محمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام في بقيع يا محمد. مرحبا حضراتكم من جديد في برنامج مدد، وبرجع لضيفي العزيز الدكتور يسري. دكتور يسري، يمكن كان ليا سؤال، وحضرتك يعني بتعدد يعني مظاهر او خلينا نقول المناخ اللي بيكون مسيطر على من يزور أضرحة الأولياء. يعني هناك من يقول بأنه يعني زيارة الضريح للتبرك يعني لا غبار عليها، ولكن لطلب المدد هي تتعارض مع صحيح الإيمان. رأي حضرتك إيه؟ هو إيه هو طلب المدد؟ هو طلب المعونة على يد من شاء من العباد. ربنا سبحانه وتعالى تجلى على بعض عباده بصفاته، فتجلى على بعض العباد باسمه المعطي، فتلاقي العطاء يجي من طريق ايده، فتجد اهل الجود والكرم موجودين في كل حته، لان ربنا تجلى عليهم ايه بالمعطي فصار عبد المعطي. وتجد اهل البخل ربنا متجلى عليهم باسمه المانع، فتلاقي عبد المانع، يجي له المال ما حدش يطول منه حاجه لحد ما يموت، يمكن حتى يمكن ورثته ما يعرفوش يستفيدوا بيه، بيحطوا اموالهم الوقت ببصمه صوت، وقد يفقد صوته فيفقد ماله، حتى ورثته يتحرموا منه. ليه؟ لانه متجلى عليه باسم عبد المانع. وفي ناس تانيين ربنا تجلى عليهم بايه؟ بعبد النافع، فيجري النفع على ايديهم. وعباد اخرين تجلى عليهم باسم عبد الدار، فيجري الحروب على ايديهم. لان كل الافعال دي كلها ما هي الا مجالي مظاهر صفات الله في الاكوان، وهو في الاخر هو قدر الله. فربنا سبحانه وتعالى يجري اقداره النافعه ومجالي أسمائي الجمال عن طريق أهل الفضل وأهل المعارف وأهل الإيمان. وبالتالي الإنسان بيفتقر لهذه المعونة. فإذا كان الله كان بيجري هذا الفضل على أيديهم وهم أحياء، هل هم بعد وفاتهم لم يصيروا عباد لله ولا ما زالوا عباد لله؟ هل بعد وفاتهم صاروا مستغنين عن الله ولا ما زالوا مفتقرين إلى الله؟ بل افتقارهم بعد وفاتهم أشد من افتقارهم حال حياته. وكلما كان افتقارك إلى الله حقيقي، كلما كان تجلي الله عليك بصفة المغني أوسع. وبالتالي الإنسان بعد وفاته انتقل إلى حال اليقظة وحال انتباه وإدراك أنه مفتقر إلى الله، فقر لا يستغني عنه طرفة عين. وبالتالي ربنا يغنيه أكثر مما كان يغنيه في حال حياته. فإذا كان يجري عليه العطاء في حال حياته، فما المانع أن يجري العطاء على يديه بعد وفاته؟ ايه المانع عقلا؟ يعني لا يوجد، خصوصا ان رسول الله مثلا ما هو مازال هو رسول الله، ولا رسول الله بعد وفاته بنقول اشهد ان محمدا كان رسول الله في الاذان، ما نقولش كان، اشهد ان محمدا لانه ما زال رسول الله، لان الرساله تعلقت بالروح والموت يتعلق بالجسد، وروح النبي ما زالت موجوده، فهو رسول الله حتى قبل ولادته، لأن الرسالة متعلقة بروحانيات التي كانت موجودة حتى قبل ولادته. يقول جعلني فاتحا وخاتما، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نبيا وأدم منجد في طينته. فنبوة النبي قديمة متعلقة بروحانيته صلى الله عليه وسلم، وكونه نبي ورحمة للعالمين هذه مستمرة حتى بعد وفاته.
وكذلك كل من كل إنسان مدى لله له الذي يمد به من حوله مستمر حتى بعد وفاته. فإيه المانع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لي طب هيديني إزاي؟ طب فعال حياته بيحط يده في جيبه ويديني فلوس؟ لا، هو ممكن يدي لك معنى يقوم يخليك بعد ما كنت عندك ضجر بسبب الأزمة اللي انت فيها يجي لك معنى صبر وراحة بال ورضا بقضاء الله. فتزور الولي والصالح وأنت ضجر، تخرج من عنده وأنت راضي قانع. فممكن يمدك بمعاني أخرى في قلبك، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب أن يأتي لأحد الأغنياء في رؤية يقول له روح ادي العبد فلان اقضي عنه. ودي شفناها كتير في رؤى الصالحين، الكرامات يعني. الكرامات يعني واحد مثلا يجي يقول لك ده سيدنا الحسين جالي في رؤية قال لي روح لجارك ده مديون. طب ايه اللي خلى؟ لان جاره ده راح زار سيدنا الحسين واشتكى له من الدين. يقوم سيدنا الحسين يجي في الرؤية، او اي بقى ولي بقى، انا بدي مثال فقط، او اي حتى نبي يعني، حتى الامام ابو زرعة الحافظ، حافظ الحديث له مسند، الامام ابي زرعة ده من حفاظ الحديث، كان يعني مجاور في المسجد النبوي، وكانوا متفرغ لعلم الحديث، فكان احيانا لا يطلب الرزق ويبقى معهوش فلوس. مرت عليه عدة ايام لم يأكل ولم يشرب وهو قاعد في المسجد النبوي، فقال يا رسول الله انا ضيفك، ونام. فبص لقى باب المسجد بيخبط وجاي له امير المدينه بصنيه ومعاه ناس، قال له لما تشتكينا لرسول الله؟ فجاب له صنيه وهو حكاها ابي زرعه. فاذا ممكن انت تمد مد حسي عن طريق برضه اللي هو مات، لانه روحانيته مدركه وروحانيته بتلجا الى الله، والله هو الذي بيحرك الاسباب من اجل ان تاتيك. نعم. طيب خلينا نروح لإخواتنا في فرقة الرضوان. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم كل جميل. مولاي صلي وسلم.
شرف محمد معدن الإنعام والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد دينه حق ندين به، محمد مشرق حقا على عالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمة والظلم. مولاي صل مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. محمد ضحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. برحب بحضراتكم من جديد في برنامج مدد. وكنت عايز أسأل حضرتك دكتور يسري، يمكن الرابط بين علاقة المصريين بزيارة المقامات بتاعة الأولياء وأحوالهم وحالة التصوف اللي بيعيشها ملايين المصريين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية، هي حالة تذوق روحاني. المؤمن بالغيب هو الوحيد اللي بيستشعر هذه المعاني، واللي بيفقد هذه المعاني منغمس في عالم الحس ولا يدرك عالم الغيوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن في اول حاجة؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لان الله هو غيب الغيوب. كويس. وارواح الموتى بعد وفاتهم غيب لا نراها، ولكن نحن مدركين ومقتنعين ومؤمنين ايمان يقيني كأننا نراه، بل نشعره وجداني كما تشعر أنت بالجوع والعطش، أن روح هذا الولي بترحب بنا، نشعر بهذا. الإنسان اللي يقولك أنا ما زرته وما شعرتش، العيب فيه لأنه منغمس في الحس. الإنسان لابد أن يرقى لمعنى الروح، لأن الإنسان ده مكون من إيه؟ مكون من روح ونفس وبدن. إيه الفرق؟ الروح اللي هي كانت موجودة قبل البدن،
كويس، دي موجودة قبل ما يظهر بدنه، قبل ما يظهر جسمه كويس. لما أراد الله أن الروح تظهر في صورة البدن ده اختلطت بالبدن فتولدت النفس. فالنفس دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خليط متكون من الروح مع الجسد مع بعض كده تتولد النفس. النفس دي علامتها النفس اللي هي الحياة، واخد بالك؟ ومحلها القلب متقلب. ليه متقلب؟ لأنه هو القلب ليه عينان، عين على الروح عايز يشبعها بأمور غيبية وهي المعاني الراقية وهي الحقائق التي لا تتخلف والبعد عن المظاهر الخداعة، فلها عين على هذا، وفي نفس الوقت له عين على الحس عشان يستجلب لهذا البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح ومسكن وغير ذلك. وبالتالي له عينان، اللي عينه بتاعت اللي ناحية الروح دي عين قلبه ضعفت بسبب عدم الطاعات الطاعات بروح، لأن في ناس كتير بتصلي لكن لا يشعر بحلاوة الصلاة ولا يشعر بغيابه في الصلاة في حال المذكور. وبالتالي تلاقي عينه اللي بتنظر على الأمور الغيبية دي عين ضعيفة محتاجة نظارة قوية، بل أحيانا تبقى محتاج ميكروسكوب عشان يشوف. في ناس تانية لما شفت طبعها وكسر ذكرها وراقبت ربها واستغرقت في الذكر أصبحت عين روحانيتهم أقوى من عين جسدهم. جميل. وبالتالي يشعروا بعالم لدرجة أنه بعضهم يبقى من أهل الكشف، درجة يحصل له حاجة بنوع من الكشف، بس لا يشوف حاجات الناس مش شايفها إلى هذه الدرجة. لأن ربنا بيقول لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إحنا الذي لا نبصره أكثر كثير مما نبصره. نتكلم حتى بطريقة إيه علماء الطبيعة. الضوء ده لو اعتبرت أن الضوء ده متر مثلا، فإحنا بنشوف من المتر ده الضوء ده بنشوف حوالي 4 سنتي بس، في وسط المتر ده بنشوف 4 سنتي. أولهم الضوء الإيه البنفسجي تحت والإيه والأحمر فوق، البنفسجي تحت والأحمر فوق، ده اللي هي إيه اللي هي ألوان الطيف اللي إحنا أصلا اللي إحنا بنشوفها. طيب اللي فوق ده فيه ضوء برضو اللي هو فيه نور، عالم النور، وتحت البنفسجي ده اللي إحنا بنسميه فوق بنفسجي، بس التسمية غلط لأن أول ما اكتشفوا بالمخروط الضوء كان المخروط معمول بالعكس، فشاف البنفسجي فوق والأحمر تحت فسماه انفراريد والترا فايلوت، هي بالعكس لما عدل المخروط لقى ان البنفسجي هو اللي تحت والايه والاحمر هو اللي فوق. خلاصة الامر ان احنا في ضوء فوق الاحمر ده مسافة طويلة قوي، مخلوقات مخلوقة منه وهم الملائكة، واخد بالك؟ وفي مخلوقات تانية مخلوقة من الناحية التانية وهم عالم الجن، وعالم الجن وعالم الملائكة موجودين واحنا كلنا مقتنعين بانه موجود، بل من الايمان ان نؤمن بالله وملائكته. طب انت بتشوف الملائكة؟ ما بتشوفش الملائكة، عالم غيب، لكنها موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، بس عيننا ليست لها القدرة ان تراها. يقوم ايه؟ الايمان بالغيب يخليك تستشعر وجود الملائكة دون ان تراه. الايمان بالغيب اللي منغمس في حسه، اللي قاعد طول النهار ياكل ويشرب وينام ويتكرع ويلبس ويتجوز ويعمل، منغمس تماما في الحس وما عندوش فترات رقي يقعد كده يذكر ربه، يهدأ مع نفسه، يغيب في مولاه، يتعظ برؤية الأكوان. هذا الإنسان المطموس العين دي لما يزور الأولية ما يشعرش بحاجة، وبالتالي بيفتكر إن كل الناس زيه، يقوم يعترض عليهم أنتوا بتعملوا إيه؟ ده ضريح ملوش معنى. إحنا مش بنبص للضريح، إحنا بنبص للروح المتعلقة بده. وبالتالي التصوف في مصر يعني أخذ هذه يعني لأن أهل التصوف من أكثر الناس ذكرا لله وصلاة على النبي. ما فيش طائفة من المسلمين بتصلي على النبي قد أهل التصوف، فيش طائفة من المؤمنين بتذكر ربها أهل التصوف. طب لو عملنا يعني فالذكر ده بيقوي العين اللي بتنظر لعالم الغيوب. نعم. فتلاقيه لما يروح يزور المقام يشعر حاجات هو ما يقدرش يوصفها لحد وما يقدرش كمان يستغنى عنها، لدرجة لما بيزوره بيحس إنه هو اتغسلت نفسه وإنها اتحلت مشاكله. يعني حالة روحانية؟ طبعا. زي بالظبط عارف لما تبقى انت جعان وكلت تشعر بالشبع.
يبقى هو رايح حاسس انه جعان بس جوع روحاني، يوم يشعر بايه بالشبع الروحاني. طيب انا في نهايه هذه الحلقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور يسري جبر احد علماء الازهر الشريف، وبشكر طبعا فرقتنا الرائعه فرقه الرضوان استاذ عبد القادر المرعشلي والاخوه جميعا. ونسمع حاجه في نهايه هذه الحلقه على وعد بلقاء قادم باذن الله في برنامج مدد. جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه الزين، بهداك يا طه الزين. يا طبيبي.